احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، البيوت الآمنة، هذا هو برنامجنا الأسبوعي الذي نلتقي فيه على مائدة الكتاب والسنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوتنا من كل مكروه وسوء. البيوت أسرار، وكلما حافظت البيوت على أسرارها كلما كانت جدرانها قوية، وكلما كان الود متصلا بين أفرادها. فإذا خرجت هذه الأسرار من داخل الجدران إلى خارجها، ووضع الآخرون أنوفهم في حياة الساكنين في هذا البيت من زوج وزوجة وأولاد، أو نثر أصحاب هذه المؤسسة أسرارهم يمنة ويسرة، عندئذ تتصدع البيوت وتصير آيلة للسقوط إن لم تسقط. البيوت التي يعني حتى في أسلوب المقاولات والهندسة بلهجة المقاولين والمهندسين، إذا بني بيت لم يكن له أساس قوي، يعني الكتلة الخرسانية التي وضعت في الأرض والأعمدة الخرسانية التي مكونة من الأسمنت والمواد المختلطة الحديد وغير ذلك، إن لم تكن بالنسب المنضبطة يتصدع البيت مع أي هزة ويتصدع البيت مع الزمن. لكن الأساس المتين، الأعمدة القوية، الأساس العلمي لقيام هذا البيت يظل قائما على جدرانه بفضل الله عز وجل. هكذا أيضا يقال البيوت من الناحية المعنوية، هناك أسس إذا حفظنا عليها صار هذا البيت بعيد عن التشقق، بعيدا عن الانهيار، أو بعيدا عن أن يميل، أو أن يكون خطرا أن يقع سقفه على رؤوس أصحابه. فما الذي يجعل كل واحد منا إذا ذهب ليخطب تجد الخاطب مبتسم، الخطيب ما شاء الله مبتسم منشرح الصدر في أبهى حلة، المخطوبة تجلس يعني في منشرحة الصدر كالقمر ليلة التمام، أمها سعيدة، أبوها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، السعادة تملأ جنبات نفسي أنه سوف يوشك أن يعطي الأمانة لمن يكمل الحفاظ عليها. الأسرة كلها في حالة من السعادة والترحاب بوالد الخاطب ووالدته وأهله الذين جاءوا معه. طيب، تبدأ أول ثغرة، السنة أن نسر الخطبة، يعني لا داعي أن ننشر الأمر ويكون فيه، في كثير من البلاد العربية والإسلامية يقول لك حفلة خطوبة أو حفلة الخطبة، ليس هناك ما يسمى بحفلة خطبة. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلن الزواج ونسر الخطبة؟ لأن الخطبة سبحان الله العظيم من الواجب أن يحافظ فيها على أمرين. الأمر الأول، أنت أيها الخاطب عندما خطبت فإنما حجزت هذه على اسمك، لا يجوز لي ولا لغيري أن يتقدم ليقترن بها، خلاص، لكن ما زلت أجنبيا. فحنان النبي صلى الله عليه وسلم وحنان الرسالة في أنه يعني وعظنا وأمرنا أن نسر الخطبة، فرضنا جدلا لم يتفق الخطيبان، لم تتفق الأسرتان، لم تتوافق العائلتان، نعمل إيه؟ فكل واحد يروح في حاله. عندما تفك الخطبة وهي كانت أصلا في حالة من السرية، ما وقع على المخطوبة ضرر كبير إلا بمقدار فسخ هذه الخطبة فقط. أما أن يعرف القاصي والداني بأن فلانا قد خطب فلانا، فيبدأ الخطب الثاني الذي سوف يأتي بعد مدة أول ما يشغل باله، لماذا فسخت خطبتها؟ هل لأنها عصبية؟ هل لأنها متطاولة على الأهل؟ هل لأنها لا تجيد للطبخ ولا تجيد كذا؟ هل كذا هل كذا؟ فنبدأ عند الخطبة الثاني نبدأ بالبحث عن العيوب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الستر وقال استروا هذا الأمر، لأن ستركم لهذا الأمر خير كبير، حتى إن حدث فكاك أو انفكاك أو انفصال أو فسخ لهذه الخطبة لا تحدث الإحراجات التي تحدث بأن يقتحم الخاطب الثاني وأهله حياة المخطوبة.
البيئة العربية لا ننكر أنها بيئة ذكورية، وهناك فرق كما قلنا في حلقات سابقة، نحن عندنا ندرة في الرجولة وفرة في الذكورة. الذكورة العربية الموجودة أن يتحدث وتتلمض أم الخاطب وأخته وأبوه، والله هؤلاء ناس مش ولابد، هؤلاء ناس مؤذين، هؤلاء ويخوضون. بدأنا في إيه؟ فيما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. عايزين اليوم نعيش مع قيل وقال. الإنسان بفضل الله رزقه الله هذا اللسان الذي يعبر به عن الألفاظ والكلمات ويقول به العبارات. وكلمة عبارة مشتقة من كلمة عبرة، أنا أعبر من هذا الشاطئ إلى هذا الشاطئ، يبقى أتحرك من هذا الشط للنهر إلى الشط الآخر. أنا أعبر الطريق، يبقى أعبر من هذا، أتحرك من هذا الرصيف لهذا الرصيف. العبرة وهي الدمعة، لأنها تتحرك من داخل مخلة العين تشير على الخد، سمى عبرة وجمعها عبرات. أيضا يعني كلمة العبارة، العبارة عبارة عن ألفاظ، فأنا أريد أن أنقل ما في تصوري عن طريق اللسان وصياغة الألفاظ فتصل إليك المعلومة كاملة تسمى عبارة. قيل وقال ناتي للعبارة. العبارة إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، ورب العباد من كرمه أنه رزقنا حول اللسان ليس بابا واحدا، بابان يشكلان بابا، الشفة العليا الشفة السفلى. طالما أن الكلمة داخلي فأنا أتحكم فيها، أنا أملكها. لو الكلمة خرجت من لساني فالكلمة أصبحت خارجي فأنا لا أملكها. الكلمة أنا أملكها طالما ما نطقت بها، والكلمة إذا أخرجتها هي التي تملكني. يعني الزوجة تعصب، يعني يصير في حالة عصبية نتيجة الزوجة تثير أو تدعوه إلى هذا الأمر، فيبدأ بتلفظ تضغط عليه طلقني. يعني الرجل في حالة من الصبر في بداية الحال، لا 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 نطلق إنسان، اهدئي يا بلال، لا 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 لابد أن تطلقني. فيبتدي إيه الزوج عصبيته تثور وهو جاي متعب من العمل، لا 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 إن شاء الله، طب الصباح، الصباح رباح كما يقولون في العامية، يعني عندما يأتي الصباح ربنا يهدي الحال إن شاء الله. فالشيطان يأتي لها، لا يريد الشيطان أن يستغل هذه الفرصة. وأعظم وأقرب أبناء إبليس لأبيهم إبليس الكبير هو الذي يفرق بين الزوج وزوجته، فيروح إيه طلقني، فلا يصغي له. تقول طب إن كنت رجلا طلقني. يا الله، هنا تثور الذكورة العربية أو الذكورة اللي عند الرجل، كيف يعني أنا رجل طبعا؟ طيب من رجولتك ألا تخرج هذه الكلمة، لأنك لو خرجتها تترك باب الشيوخ باب العلماء الحقون، أنا والله كنت في حالة من العصبية وزوجتي ضغطت علي وهددتني إن لم تطلقني سوف ألقي نفسي من الطابق العاشر. وقد هو يتمنى في داخله هذا الأمر لكن ما زال مرتبطا بقضية الصبر فساكت. فاللسان رب العباد سبحانه وتعالى جعله له مفتاح وقفل، يعني هذا الرتاج الموجود وهما الشفتان سبحان الله يغلق الإنسان بهما لسانه. طيب يأتي الإنسان كلمة تقال في مجلس الخطبة تكون سيئة، تحفظ في ذاكرة وتحفر في ذاكرة الخاطب، يظل يذكرها بعد 30 سنة من الزواج. قل هل تذكرين أمك سنة 1921 في 8 أغسطس عند الساعة 5 مساء عند سبحان. هو عنده زهايمر في كل الأمور إلا في الأمور السيئة. هو ينسى ماذا أكل عند الصباح، ماذا كان يعمل بالأمس، ماذا يلبس الآن، ما الذي يلبسه الذي يجلس بجواره، عنده زهايمر تماما. لكن ما عندهش فقد ذاكرة، عنده قوة ذاكرة في ذكر عيوب الآخر والكلمات السيئة. فالكلمة عندما تخرج إما أن تكون لفظة طيبة وإما أن تكون لفظة خبيثة. هذه اللفظات التي نحاسب عليها رب العباد عز وجل حذرنا من قضية، أخطر قضية هي قضية الغيبة والنميمة. كيف تأتي الغيبة والنميمة؟ والد الزوجة ووالد الزوج في حصن حصين بعيد، والعكس أيضا والد الزوج ووالدته أيضا نفسها بعيد عن ما يدور بين ابنه وزوجته أو بين ابنته وزوجها. خلاص، ما الذي ينقل إليه الصورة السيئة؟ الابن يروح لأمه
اولا هي لا تجيد الطبخ وعصبية ومتوترة وغير نظيفة في البيت، ويسرد لها 7-8 عيوب وينسى ان لها 20 خلقا من الخلق الحسن. لو نقل هو لامه 20 فقط لأحبت امه زوجته، واصبح فيه ود، واصبح الكلام الذي يخرج من ام الزوج كلام طيب، فالناس تتحب مع بعضها. لكن كلما ذهب لامه صب جام غضبه على زوجته وقال فيها من العبر كذا وفيها من المساوئ كذا وفيها كذا، وان امها زورناها في الجمعة الماضية فقالت كذا وكذا، وابوها هذا الرجل الذي يدعي كذا وكذا لكنه على غير طبيعته. الله، انت تنشر عيوب الطرف، عيوب طرف عند الاخر. طب امك وابوك او امك وابوك عندما يسمع هذا الكلام منك، أنت جزء من أمك، أنت فردتك بيدها وأنت جزء من أبيك، عندما يسمعان هذا الكلام يأخذ صورة سيئة عن زوجتك وأهلها، والعكس هي تذهب نفس القضية. في كوارث تحدث في مجتمعاتنا العربية الإسلامية غريبة. فرضنا جدلا تأخر الإنجاب لسبب أو لآخر، قد يكون السبب من الرجل أو من المرأة، وليس هذا عيب في هذا ولا في ذا، هذا أمر ما كان يدري به لا الزوج ولا الزوجة. وذلك يعني قضية أن الكشف الطبي قبل الزواج أنا أحبذه كنوع من أنواع الاطمئنان على الطرفين، وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور واضحة. وأضيف إليها الطبيب النفسي، أن يقول هذا خالي من العيوب النفسية وهي خالية من الأمراض النفسية، نأخذ بنت تكون انطوائية عدوانية، نأخذ ولد يطلع عصبي، يطلع عنده انفصام في الشخصية، شيزوفرينيا في الأفعال والأقوال او بين الاقوال والافعال. فلا بد ان تاتي شهاده طبيه تقول انه خالي من امراض معينه، وتاتي شهاده طبيه نفسيه تقول انه خالي من العيوب النفسيه، وتاتي له اجازه اخرى من عالم له ولها انهما قد درسا فقه الاسره ودرسوا الحلال والحرام وعرفوا متى يطلق ومتى لا يطلق، ما هي ظروف العده، ما هي ظروف الحيض، النفاس، الطهر، الاغتسال، كل هذه الامور، ما حقوق الزوج، حقوق الزوجه، الود، المحبه، السكينه، ما هي، كيف يدخل الشيطان البيت، كيف نطرد الشيطان من البيت. فاذا جاءني بهذه الاجازات الثلاثه، ودي نقطه مهمه جدا، بعد هذا الامور اصبحت ايه؟ اصبحت واضحه. فربما لا ترزق هذه الاسره بولد او بنت، تبدا الاسره تتحرك. دائما أسرة الزوج دائما في البيئة العربية، يعني ولدنا أكيد ليس فيه عيب، أكيد العيب في هذه الأسرة العقيم، لا إله إلا الله، بدأ أول إيه؟ أول يعني مسمار في النعش. فكلما زارت زوجة ابنهم والد زوجها أو والدته، يبدأوا إيه؟ حقن تحت الجلد. خير يا بنتي، أنت رحت للطبيب؟ هي تريد ان تقول لها هل ذهبت الى الطبيب، مش ذهبتما، لا، هل ذهبت. وكأن الام اصبحت تشير، وكأن هذا العيب يعني البنت صنعته مع نفسها، يعني منعت نفسها من ان تنجب. الله، هذا رزق من الله، اما ان يأتي او لا يأتي، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه من النعم ايضا، يجعل من يشاء عقيم، لان هذه الاسره لو وجد عندها والد او بنت ربما يطلع عاق، يطلع مجرم غير بر بوالديه، يكون سبب في دخولهم النار. قضيه سيدنا الخضر مع موسى لما ايه وجد غلاما ايه فقتله، قال اقتلت نفسا زكيه او نفسا زاكيه، معقولها بهذا من غير جرم ولا اثم، لقد جئت، ده شيء امر عجيب، امر مستحيل ان تقتل. قال يعني ده ولد كافر، وابوه كان ابوه وامه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. اذا الله عز وجل يرحم بعض الاسر في ان يكون فيها انجاب. عدم الانجاب هذا يكون سبب كبير وعجيب من قيل وقال. تبتدي الام كل ما تقعد مع اخواتها، خير زوجة ابننا فلان ما انجبت من سنتين او ثلاثة، والله للأسف خبأوا علينا لأسرة عقيم. وأنا ما الذي أدراك؟ أنا أقول ما أدراكي، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله لنرى ما مصيبة قيل وقال وهذا الذي نعيشه حتى تعود البيوت آمنة مطمئنة. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ومع مصيبة قيل وقال. وصلنا إلى يعني مشكلة كبيرة، وضعنا أيدينا على جرح غائر
عندما تتدخل الأسرتان من الطرفين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، في البحث عن أسباب تأخر الإنجاب، وكأن هذا أمر بيد الرجل أو بيد المرأة. يعني الله عز وجل هذا رزق، يرزق الزوج بهذا أو ترزق الزوجة بهذا في الوقت الذي يريده الله وعلى الطريقة التي يريدها هو، مع طرق الأسباب. لكن فرضنا جدلا أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون الزوج يعني معافى سليم من ناحية الإنجاب 100% والزوجة كذلك، ولكن الله ما قدر، قال ربنا ويجعل من يشاء عقيما. ما الذي أدخل يعني اللمز والهمز لزوجة الابن، أو العكس، أو لزوج البنت، بأن يعني لماذا تأخرتم؟ الله، هذا رزق. وما الذي يعني يجعلنا نتدخل إلا إذا طلب منا التدخل لأخذ المشورة أو البحث عن الطبيبة أو الطبيب المختص، أما غير ذلك فلا داعي. طيب، المسكينة التي يعني وكأنما هي تهمة ألصقت بها أنها ما أنجبت، فرضنا جدلا أن عندها نقص هرمونات معين أو سبب معين أنها لا تنجب. طيب، ما الذي جعلنا هذا الزوج، هسأل سؤال، هو كامل الأهلية ولا غير كامل الأهلية؟ والله أنا أرى أنه كامل الأهلية، وإلا ما يصح، لا يصح زواجه. طيب، يعني هو رجل رشيد عاقل بالغ طبعا، وإلا ما أعطاه، ما أعطيناه ابنتنا، تمام؟ طيب عظيم، طالما أنه كامل الرشد وكامل الأهلية، ما الذي يعني يجعلنا نتدخل في حياته وحياتها ونشير عليهما بأمور لا دخل لنا بها؟ هذه بيوت لها أسرار. يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فقال أين ابن عمك؟ فين علي؟ قالت لا حيته، فغضب وخرج. يعني أنا تجادلنا، كلمة منه كلمة منه مني، غضب علي وخرج. لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ ليه؟ يريد أن يأتي علي ليكون الطرفان أمامه. فذهب فرآه نائما في المسجد تغطى بجزء والتراب على كتفه، فينفض صلى الله عليه وسلم عنه، عن كتفه التراب، ويقول قم أبا تراب، وأمسك بيدي وأدخله على فاطمة. قال يا فاطمة هذا جنتك ونارك. يعني خلي بالك إرضاؤه. إذن هل غضب أو هل وضع الرسول أنفه في 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 في, في السؤال لفاطمة أو السؤال لعلي، ويقول له كيف تغضب ابنتي؟ ابنتي ملاك لا تخطئ، انت يعني سبحان الله انت واخذ ميراث عجيب من ابوك ومن امك، لا حول ولا قوه الا بالله، الاب والام في اخر الدنيا والرجل حماه قد يغتاب. لا، ما قال صلى الله عليه وسلم له الا ان اخذه مداعبا قم ابا تراب، ووصى فاطمه علي. ودخل مره راى فاطمه وهي تطحن مع علي وهي حامل في الشهر الاخير والعرق يتصبب، فيقول بادب صلى الله عليه وسلم يا علي أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ انظر إلى بالله عليك، لما يكون يعني والد زوجتي بهذا الحنان وهذه الرقة وهذا الأدب، يبقى كيف يعني؟ هو يستأذن صاحب البيت الأول، مش قوم يا بنت أنت مش عندك خادمتين في البيت وعندك طباخ وعندك سائق، كيف تشتغلي؟ الله، أنت جاي تصلح النفوس ولا جاي تهدم البيت ولا جاي تعمل إيه؟ والله أراه أب أحمق. لكن انظر الى القياده الحكيمه، وانظر الى العقول الكبيره، وانظر الى قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم. اتاذن لي ان اخذ نوبه فاطمه؟ فطبعا سيدنا علي فرح ان يد الحبيب اللي كلها بركه توضع في هذا الطحين. قاعد يطحن مع زوج ابنته، ففاطمه لا تسكت وانما تريد ان تثير يعني مشاكسات، بس مشاكسات طيبه ولطيفه. تقول له يا علي انا احب الى رسول الله منك، والا كان قال لك ايه يعني ياخذ مكانك انت او اخذ مكاني انا. ليه؟ لان انا احب اليه منك. فسيدنا علي نبي عايز ياخذ اي نشان، اي يعني شهاده، اي كلمه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول احقا فاطمه احب اليك مني يا رسول الله؟ بالله عليك لو واحد سال حماه هذا السؤال، صحيح يا عمي انا اغلى عليك ولا عندك ولا بنتك فلانه؟ قل لا اله الا الله. هيرد عليه الحمل الابله يقول له انا لا احبك ولا احب اهلك ولا اللي خلى، لا بس صح، لان النفوس سيئه. لكن انظر الى القلب الذي يغفر رحمه ورافه صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. يقول يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. انا هسال سؤال، من اغضب
رسول الله؟ لا احد. من ارضى رسول الله؟ ارضى الطرفين، ارضى بنته وارضى زوج بنته. هي احب الي من الفعل اللي اتكبد جزء من، وانت اقرب الى قلبي. ايه 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 الادب العالي ده؟ ايه العظمه التي؟ فانا اريد ان اقول ان وضع انوفنا في حياه الاسر هي التي تبدا في وضع المسمار الاول في نعش بقاء هذه الاسره. امر ثاني، قيل وقال زوج يصبح الصباح المجتمع يجد انه تزوج على زوجته. يا الله، تذهب الصديقات والقريبات كانما تعزيها في رحمه الله عليه البقاء لله، وانه هذا المجرم، هذا الغادر، هذا المفتري، هذا الذي يتعدى الحدود، كيف يترك القمر المنير والشمس المضيئه، وندخل في قصه يعني سبحان الله، وكانه يعني ايه يعني يصفون عثمان بن عفان هو المهم يعني ما عليهم. طيب انت بدل يعني ما ترضوها وتصبروها، وصحيح قد يكون ابتلاء لها، صوره من صور الابتلاء، فيهن من تتحمل وفيهن من لا تتحمل، لكن لا داعي لان نضع البنزين فوق النار. بالعكس، هي ملتهبه العواطف، متوتره، يعني قولوا كلمه خير، يا ستي زي بعض ربنا يكرم الحال، هذا رزق لزوجه الاخرى، اصبري واحتسبي، لا داعي لان توزعي حسناتك عليها، لا داعي لان تغتبيها، انت لا تعرفينها، ربما له ظروف خاصه. اذا يستطاع ان تستوعب المساله. يعني رأينا كيف كان صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه، كان مريض، وعشان لا يظلم في القسمة كان يحمل ليذهب إلى التي عليها الدور عشان يمرض عندها، فإذا عوفي اقترع بين نسائه سبحان الله. ولكن ما الذي شوه صورة التعدد في مجتمعاتنا الإسلامية؟ الظلم الذي حدث من كثير من غالبية الرجال إلا من رحم ربي، فشوه صورة هذا الأمر الذي أباحه رب العباد عز وجل. وأنا أقول لابد أننا نترك البيوت كما هي، لكل بيت ظروفه ولكل بيت إطاره، ولا داعي لأن نضع أنوفنا في بيوت الآخرين وفي أسرار الآخرين، ولا نكون فضوليين. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لما يحدث توتر في البيوت، أنا أقول دائما هذه تحت عنوان قيل وقال. ليه؟ لأن اللي بين الزوج والزوجة لا يعرفه ولا يعلمه بعد الله إلا كلاهما فقط، في أمور معينة لا يعني تحدث بين الزوج والزوجة، لا داعي لأن نضع نحن أنفا ثالثة تدعي العقل وتدعي الفكر لا بالعكس. أنا أريد أن أقول أن نحن ندخل إذا حكم أو حكمنا في المسألة أن ندخل بالكلمة الطيبة. أما أن ننشر الأخبار قيل وقال، وبالذات لما يكون الأب أنجب 5-6 أولاد، دول لهم 5-6 زوجات، تمام؟ هؤلاء الزوجات من الواجب ألا يسمع الأخ كلمة من زوجة أخيه على زوجتي، لأن سبحان الله هؤلاء قد يكون بينهم شيء من ما بين الزوجات اللي هم متزوجين رجل واحد. الزوجات الإخوة دول مشكلة. ليه؟ فيهم أخ ناصح الكبير مثلا، مستولي على الشركة كلها، واخد المحلات والعقارات بتاعت أبوه يديرها. أخوه الأصغر منه رجل متواضع وهادي وحليم، يتزوج زوج عصبية. أنت تسكت لأخيك؟ أخوك يركب سيارة موديل كذا، وأنت تركب سيارة من القرون الوسطى. أنت نحن نسكن في غرفة ضيقة، وأخوك يسكن في قصر كبير. لماذا؟ ما أنت مش أنت ابن فلان؟ هو ده مش أبوك؟ تسخن الولد يروح على أخوه، تحصل قطيعة. قل لا، أنت عايز البيوت الأخوة تستمر. لما قيل للأعرابي ماتت زوجتك، قال جدد فراشي. قيل له مات ولدك، قال عظم اجري. قيل له مات اخوك، قال قصم ظهري. ليه انت تخلي الاخ يغضب من اخيه؟ اخاك اما لا اخ له، كساع الى الهيجة بغير سلاحي وكطائر بغير جناحي. اخوه هذا هو اولى الناس بالبر، فلا داعي، بالعكس انت ترضيه على اخيه. لو غضب زوجك من اخيه ولا فلان حرام عليك، انت من 3 أيام ما كلمت اخاك. ولا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. هذا الخصام الذي قيل وقد سببه في ان يغضب الاخ من اخيه، ايضا كان زمان في الجاهليه قضيه الايلاء. الايلاء كان ممكن الزوج يترك زوجته سنه ما يسالش فيها،
ويخصم على هذا باللات والعزى ان ما اقرب من النساء، هذا كان اضرار للزوجه. فجاء الاسلام حدد السقف باربعه اشهر. وانا اقول ان الزوج لما يخصم زوجته ثلاثه ايام لازم اليوم الرابع يتكلموا مع بعض. قال علماؤنا من خاصم اخاه او زوجته ثلاثه ايام متتاليه ولم يتحدثا في الرابع توقف ملك الحسنات عن كتاب حسنه لاحدهما، خلاص لغايه ما يصطلح. طب بالله عليك، ما هو نص الحديث لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث ايام لا يحل، يعني ايه؟ ممنوع، حرام، قطيعه الارحام. طب اذا كان هذا بالنسبه للرحم، انا عايش في 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 مكان في المغرب واخوي عايش في العراق، لا يجوز ان اقاطعه. انا عايش في 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 اسكندنافيا وهو عايش في نيجيريا، لا يجوز ان اقاطعه. طب اللي عايشين تحت سقف واحد ويعيش الزوج مع زوجته شهورا لا يكلمها، جه الاسلام قال لا، الإيلاء أربعة أشهر ما اقترب فورا إلى القاضي، والقاضي المسلم يطلق فورا إن لم يؤوب هذا الإيه؟ هذا المسلم. الله، هو احنا يعني سبحان الله ابتسمنا يوم الخطبة وابتسمنا يوم العقد وابتسمنا يوم البناء، وبعد سنتين أو ثلاثة كل واحد كشر عن أنيابه للآخر؟ هل هذه بيوت تصير آمنة؟ مصيبة قيل وقال أنها تدخل في إطار كبيرة من الكبائر وهي الغيبة والنميمة. رأينا عائشة عندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم صفية، صفية تصنع كذا وصفية تصنع كذا، وصفية أبوها كان أحد زعماء اليهود، صفية بنت حي بن الأخطر، وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كانوا شاطرين جدا في، أو يعني كانوا، كلمة شاطر دي ليست اللغة العربية السليمة، الشاطر هو الخبيث. يعني نقول الولد ده شاطر، لا، نقول الولد ده نبيه، الولد ده ذكي، الولد ده عفريت مثلا، يعني الولد ده عبقري. لكن ولد شاطر لا، الشاطر هو الشيطان، الشاطر هو الخبيث الماكر. فيقول فكانت صفية تجيد الطبخ، فالرسول يمدح فيها صلى الله عليه وسلم. غارت أمنا عائشة قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها، وأشارت إلى الأرض أنها قصيرة، يعني لم تقل إنما أشارت. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. يا الله، لو الكلمة دي دخلت على البحر تغير ماء البحر الذي لا يتغير. طيب امال احنا سبحان الله، ده احنا يا ريت قصر فقط، ويا ريت سبحان الله دي سمراء، دي بيضاء، دي طويلة، دي قصيرة، دي من غير شعر، دي شعرها مش عارف ايه اجعد، ودي شعرها سبحان الله، ودي عينها مخصمة بعضها، ودي انفها يسد وجهها، ودي لا، اتعيبين على خلقة الله؟ خلاص، انت اذا اردت، او انت اذا اردت ان تتكلم، اما ان تقول خيرا فتغنم، او تسكت فتسلم. هكذا لسانك حصانك، اللسان هذا يقودك، اما ان يعني يقودك للخير او يقودك للشر. والغيبة الواحدة في الاسلام كما قال علماؤنا اشد عند الله من 36 زانية، ربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، الا ان المغتاب لن يتوب الله عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي الزوجة الثانية والثالثة اخت، صاحبة، اختك كذا، صاحبتك. ما الذي سميناها نحن في عصرنا؟ سميناها ضرة، لا حول ولا قوة الا بالله، لان في ضرر. لماذا هذا الضرر؟ لإساءة استخدام الزوج حقه في عدم العدل. فأنا أعود إلى القضية وأقول لو أمسكنا ألسنتنا عن البيوت، وأمسكنا ألسنتنا عن أعراض الناس، ولا داعي لأن ننقل الأخبار بقصد. ما هو يبدو أن كثرة فراغ الزوجات في البيوت دعاهم إلى النميمة، وتسألها في في الهاتف، وأختك فلانة ماذا صنعت مع زوجها؟ ولا حول ولا قوة، طلع راجل كذا وكذا وكذا، اغتابته ربع ساعة، اخذ منها الرجل وهو في عمله لا يفكر في المسألة، يعني 10,000 حسنة، ويوم القيامة يعطيها 10,000 سيئة، وتطلع هي خاسرة في المسألة كلها. ما الذي استفادت؟ لا تدري. ماذا صنعت معك ام زوجك عندما زارتك في البيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ستي اعتبريها ضيفة، هي بلغة السياسة الام الزوج واخت الزوج احيانا ضيفة غير مرغوب فيها. بلغة السياسة يقول لك ده سفير او شخص في البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيه، يعني ما عايزين نستغنى عنه. فاحيانا الزوجة تعتبر بعض من اهل الزوج غير مرغوب فيه. طب نعتبر ان يعني هذه نتحملها، ربما نكون نحن يوما امهات واباء لبنات وازواج وزوجات، وربما نزور فيقلق منا، يقلق منا، يبقى شعرين كده ما يرحبش بنا.
كما تدين تدان. يا ابن آدم اعمل ما شئت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، يعني 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 ما صنعته سوف ايه؟ سوف تزرع. ليه؟ لان الناقد بصير. بس المهم لا داعي لان ننقل كلام الايه، كلاما نضر الناس بالايه، بالنميمه. النميمه هو نقل الاخبار لايه؟ نقل الاخبار للاضرار بالاخر، لان انقل خبر وانا ايه، وانا ليا مرمى فيه، انا ليا مغزى. ولذلك لما يا بني ايها الزوج، ابنتي ايتها الزوجه، اذا جاءتك من تبغضك في اقارب الزوج، او من يبغضك اخي الكريم وولد الصالح في اهل زوجتك وينم لك، ثق تماما ان في الغد سوف ينم عليك، طالما هو دي شغلته. النمام، النمام هذا والعياذ بالله يريد ان يفرق بين الاحبه، يريد ان يفسد ما بين الناس من علائق الخير. ولذلك يا اخي اترك الناس في احوالهم. لما يجي لك النمام قل له يا فلان الله يرضى عنك، كان بيني وبين اهل زوجي، المراه الصالحه تقول كده، كان بيني وبين اهل زوجي الخير كله، وجئت انت لتعكر هذا الصف. الامر الثاني، استأمنوك على كلمة من الكلمات، قالوا يا اخي في لحظة فضفضة كلمة سيئة عني، لا داعي لان تنقلها. الامر الثالث، من الواجب ان يعني، او انا اعلم انك اليوم تنم لي، في الغد سوف تنم علي. الامر الرابع، ما الذي تستفيد من هذا الامر؟ لو قال كل انسان لكل نمام من هذا لاختفت النميمة من هذا المجتمع. لكن مجتمعاتنا تتقوض وبيوتنا لا تصير آمنة بالنميمة وبالخوض في الأعراض وبالغيبة وبذكر عيوب الآخرين وبحب إيه؟ نقلها. ولذلك المسلم الصادق هو الذي إيه؟ يراعي لسانه، واخد باله من إيه؟ واخد باله من اللسان، ويحافظ على الأسرار. أما رأينا عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة، وبعدين حفصة زوجها مات، انقضت العدة، عمر لم تمنعه يعني عظمة مكانته وثقل بني عدي في قريش ان يعرض ابنته على صديقه ابي بكر. قال له يا ابا بكر ان حفصة تأيمت، اما تريدها زوجة؟ ابو بكر سكت. عمر اعتبر ان دي كبيرة شوية، زي ما يكون ايه، واحد بيعرض بنته وللزواج والاخر يرفض. فذهب لعثمان، قال يا عثمان ان حفصة قد تأيمت، ألا تريد الزواج بها؟ قال أنا لا أتزوج اليوم. فكانت أشد. ذهب عمر يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبيه، من أبي بكر ومن عثمان. قال يا عمر، يتزوجها من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. وعندئذ سوف نذهب إلى الفاصل إن شاء الله، ثم نعود مرة أخرى لنكمل ما الذي حدث. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة ومع مصيبة ومشكلة قيل وقال. توقفنا قبل الفاصل عندما تحدثنا عن عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على صديقه أبي بكر وعلى صديقه عثمان، وسكت أبو بكر وقال عثمان أنا لا أتزوج اليوم، وذهب يشكوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى عمر بصديق أبي بكر بعد ذلك قال له أبو بكر ربما وجدت مني يا عمر، ربما يعني خدت على خطرك شوية أننا يعني سكت، لقد ذكرها أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الرسول ذكر يعني قضية حفصة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فما أردت أن أكشف سر رسول الله. هذه نقطة خطيرة، شو القصة؟ يعني أبو بكر أبى، ممكن يقول إيه خبر طيب والله، افرح يا عمر أنا أقول لك خبر ولكن لا تخبر به أحدا، لقد ذكر الرسول ابنتك أمامي أنه سوف يريد الزواج منها، مع أنه خبر إيه مدوي بالفرح، لكن أبا بكر يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمت أم أنس أيضا أنس هذا الأمر. ويبدو أن يعني عشان قيل وقال نأخذ أول مكالمة إن شاء الله من مصطفى من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. مرحبا، انت حضرتك منور، ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك، اللهم امين، يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. السؤالين حضرتك يهمونا هنا في اوروبا او في المانيا. تفضل. اللي حضرتك السؤالين يعني ما همش علاقة بالحلقة بس بالبرنامج ككل. طيب. السؤال الاولاني حضرتك، المسلم المتزوج المانية او اوروبية غير مسلم، ايه اللبس اللي ممكن تلبسه؟ طيب. المسموح له. طيب.
عشان ما يحصلش مشاكل. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، في بعض الائمه بيقولوا ان لازم الزواج يكون الست لها ولي. طيب الولي حضرتك هنا انت عارف حضرتك في اوروبا كل واحده بتجوز نفسها. طيب هل يبقى ده كل الجوازات باطله ولا مش باطله؟ طيب هي ان شاء الله مش باطله بس هشرح. ده بيبقى عندنا في المركز الاسلامي مشكله شويه. حاضر حاضر حاضر. بارك الله. الاستفسار بقى بعد اذن حضرتك، الكتاب اللي كان حضرتك وعدتنا بيه الفقه في اوروبا. حاضر. اخبار الكتاب ايه بقى حضرتك؟ انا حاضر ان شاء الله اجيبك باذن الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا دكتور. انا سعيد جدا اني كلمتك. بارك فيك حبيبي. شكر الله مصطفى. ودعواتك لنا جميعا يثبتكم وينفع بكم يبعد عنكم الشر ويحفظكم يا رب ان شاء الله. ام حسام من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت، يعني انا مقتنع 100% طبعا بكلام حضرتك باهميه عدم القيل والقال، بس طيب. حضرتك عارف ان احنا بشر، يعني ايه، يعني انا مثلا لما بيوصلني كلام فبلاقي نفسي غصب عني يعني سخنت. طيب. يا ريت حضرتك تقول لنا الدعاء اللي ممكن يعني من خلاله ان انا اعرف اسيطر على نفسي في الحاله دي. يعني حضرتك كنت قلت دعاء للرسول في برنامج تقريبا صفوه الصفوه اللي هو بنزع الغل والضغينه من الصدر. نعم. فيا ريت حضرتك تقوله لنا، يعني نقدر نكتبه تاني في الحلقه دي. حاضر حاضر. في سؤال تاني بخصوص الرضا، الحلقه اللي قبل اللي فاتت. ايوه. يا ريت برضو حضرتك توضح لنا الفرق بين الرضا وعدم الطموح. نعم. لان انا الحمد لله يعني انا يعني بانعم بنعمه الرضا، بس للاسف بأتهم كتير بعدم الطموح. طيب حاضر. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله عنا الف الف خير. الله يبارك فيكم. ام احمد من ابو ظبي. السلام عليكم. لا ايوه صوتك منخفض ام احمد، ارفعي صوتك قليلا. الو. لا نعم. نعم شيخ، انا متزوجة الحين من 3 سنوات. طيب. بس بعد سنة من الزواج يعني نقل لي زوجي مرض. نقل لك مرض؟ أوكي. نعم. ايوه، وانا اريد الطلاق يعني ومصر على الطلاق لان هالمرض وايد يضرني ويضر الجنين اللي في بطني. ايوه. بس هو مصر انه ما يطلقني. فانا يوم بغيت اطلب الخلع يعني المحامي قال لي لازم اجي المحكمة وشي، وهالشيء صعب علي. نعم. فما اعرف شو اسوي يعني. طيب. ما بأظل معه يعني. طيب حاضر. بارك الله فيك. طيب اجيبك ان شاء الله معه، ربنا يختار الخير يا بنتي. فاطمة من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. بدي اسألك عن موضوع بس خارج عن موضوع اليوم. الله يعين. طيب تفضلي. انا بستعمل كريمات للبشرة. ايوه. ولقيت هالكريم فيه مكتوب الكول. يعني ما بعرف خمر ولا ما بعرف شو. يعني جايز اني استعمله ولا لا؟ طيب. هالكريمات يعني موجودة بكل مكان. طيب. وبدي اسأل سؤال. نعم. انا يعني عندي ام واب بالتبني. ولما بستغفر يعني بقول استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين. نعم. يعني استغفر للتبني والدي بالتبني او لوالدي يعني بالانجاب. طيب حاضر. وشكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيماء من ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزاك خير ان شاء الله. يبارك فيك يا بنتي. تفضل. يا شيخ بس العلم بالذريه الصالحه من جوازي بقالي 2 ونص ولسه. ربنا يا بنتي يرزقك بالذريه الطيبه الصالحه التي تبرك وتبرك زوجك ان شاء الله وتكرمك يا رب. بارك الله فيك. وعايزه بس اشكر حمايتي وحمايا ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. والله ما شاء الله يا بنتي. ايوه كده عايزين نسمع الكلام الطيب. ربنا ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. يا رب ما شفت زيهم في حياتي. هم سعداء ان يا بنتي لقوا اللي زيك ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما طالما تمدحي فيهم هم يمدحوا فيك. ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يا بنتي يبعد عنكم الشر باذن الله. يا رب ان شاء الله. مروه من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف فضيلة الشيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. شو اخبارك؟ الله يخليك لنا. الله يخليك ويرضى عنك. والله انا الحين حامله. ايوه. عندي 5 شهور. بس ما بعرف يعني زوجي لما بقول له تعالى تعالى جي البيت ما بيجي الساعه 1 ولا الساعه 12 ونص بالليل. لما اخر شيء بيتزعل معي بيطلع من البيت. الحين صار لي 6 ايام بيجي للبيت بيحط مصروف وبيروح ما بيسال عني. انا حامل وانا في بلد واهلي في بلد. ما بيسال عني شو يعني كيفك، ما بعرف شو كيف بتصرف معه. ولما حكلم اهلي بيفضل يقول لهم كلام يعني كلام لا صح له من ما في ولا شيء. نعم. طيب ما بعرف شو اسوي معه. طيب يا مروه حاضر. مشكور. طيب مفيده من ليبيا. السلام عليكم. والله السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أنا الله. والله جوز الدكتور بهي سؤالي يعني. نعم. ومانيش قنوعة إني نجيب أكثر من 4 أطفال.
معناها انا عندي طفلين ومانيش قنوعه من يعني نجيب اكثر من طفلين. وعندي سؤال ثاني بالله عليك. نعم. عندي سؤال تاني. انا زي ما تقول لي راجي دكتور وناقصيني شوي حاجات يعني في الحوش زي ما تقول اتات هيكي وصالونات وبطاط ويعني شيء هيكي يعني كماليات الدنيا. نعم. وسلفي طبعا كامل حوشه من بطاط من شاشه مسطحه من كل شيء يعني. نعم. كامل ومكمل. نعم. وانا صراحه مش قانوعه كان نلقي حوشي احسن منه. نبيك هيك تقنعني هيك دعاء هيك حاجه تريحني يعني نفسيا. حاضر حاضر حاضر. تعبانه بشكل يعني من يعني عايزين نقنعك بموضوعين. نقنعك بالانجاب الزائد وبالاغراض الاقل. حاضر ان شاء الله. بارك الله فيكم مفيده. سليمان من الشارقه. السلام عليكم سيدي الشيخ. الله يرضى عليك ويبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يخليك يا بارك الله فيك. بارك فيك. معلش انا السؤال بتاعي خارج الحلقه في يعني تعليق انه في برنامج او برنامج يقيم في قناه تلفزيونيه القناه هاي بتحرض على الاسلام ولدرجه كبيره جدا يعني. فانا من حرصي على الاسلام فما بقدرش اتوقع من شو زي بدي منكم يعني ان تبقوا انتم تعملوا برامج كمان توعيه المسلمين وردا على البرامج هاي. حاضر حاضر بارك الله فيك. يعطيك العافيه. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب اياد من بلجيكا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. آية من بلجيكا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية مرحبا. تفضل. فضيلة الدكتور أنا في مشكلة وعايزة بس يعني لو ممكن تساعدني. خير يا بنتي تفضلي. أنا متزوجة من رجل إحنا من جنسيتين مختلفتين. أيوه. وحامل في شهر التالي. والمشكلة انه احنا لما جينا نتجوز ما كانش اهله في علم. طيب ليس بعلم اهله. باهله هو لانه كان بيقول لي انه عنده ظروف في بيته. عنده ابوه مريض وعنده مشاكل كثيرة. واحنا في اوروبا هنا يعني احنا لما يعني كان اساس الزواج يعني ان يعني رجل متدين مستقيم. طيب. وهو متدين الحمد لله. طيب وبعدين؟ بس الان بيقول لي يعني بيقول لي انه ابوه عايزين يتجوزوا يعني بالغصب يعني. ولم يخبرهم ايضا؟ اخبرهم بس هم رافضين تماما. طيب حتى يبدو خط الهاتف رفض تكمله الاتصال لكن حاضر نجيب باذن الله. طب نعود الى الاجابات عشان كي لا يسرقنا الوقت ان شاء الله لان بعض الاخوه والاخوات يعني يعتبوا علينا احيانا ان احنا لا نجيب كل الاسئله لان الوقت فعلا يعني محدود. اول شيء كان ابننا مصطفى من المانيا يسال عن حكم المسلم المتزوج من غير المسلمه. يعني وطبعا يفتيك مصطفى افضل مني اخواننا وزملائنا الاحباء اللي في المجلس الاوروبي للافتاء في دبلن. لكن انا اقول كما نقول لكم دائما كلما جئنا اليكم وزرناكم أن تكون قدوة أو يعني المسلم المتزوج غير مسلمة يكون قدوة صالحة حتى ترى الإسلام من خلاله وربما إن شاء الله تدخل إلى الإسلام. ونحن نحذر أبناءنا الذين يريدون الزواج ألا داعي لهذا الأمر. ويعني أمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إيه حدود الزي يعني إذا كان يعني هناك من شيء من قوامة القضية ما جاتش على الزي ما أصلا هي ما دخلش الاسلام بعد. لكن على كل نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله. قضيه عدم وجود الولي طبعا في اوروبا كلما كنت انا موجود هناك والاخوه الزملاء وابنائنا من العلماء يصير وليها امام المسجد امام المركز الاسلامي كبير الإخوة الموجودين من الجالية الإسلامية بإذن الله هو الذي يزوج إن شاء الله. كتاب فقه الغربة إن شاء الله نود أن يخرج إلى النور بإذن الله رب العالمين. أم حسام من الشارقة تقول نحن بشر وكلمة قيل وقال خلينا نسخن بنفس التعبير اللي هي استخدمته يعني ولا نسيطر على أنفسنا فماذا نصنع؟ فورا أول ما يصلني خبر أستغفر الله أولا ثم اللهم أجدني من حر غضبي أقوم أتوضأ وأحاول أن يعني اتناسى الموضوع واغلق الباب على من ينقل لي الاخبار. والدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. في فرق بين الرضا وعدم الطموح. لا الطموح لا حد له
ولكن كلما طمحت في شيء سواء حدث ام لم يحدث فالاحمد الله، هذا هو حد الرضا. يعني انا اطمح، الشاب يطمح الى ان يترقى، والزوجة تطمح، والمرأة تطمح، كل الطموح لا حد له في الاسلام ولا لا يعاكس الرضا. الرضا ليس الخنوع والتذلل ابدا، بالعكس، لان الانسان ياخذ الاسباب، ولكن اذا حصل ما كان يريد فليحمد الله، ان لم يحصل فليرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ام احمد لانه الزوج نقل لها مرض وهي تريد الطلاق وهو يرفض، وقال لها المحامي لابد ان الخلع تذهب الى المحكمه، هذا يعني قضاء الله وقدر يا بنت، طالما نقل اليك مرضا وانت لا تبغين الاستمرار، لا تبغي الاستمرار، لابد ان تذهبي الى المحكمه، هذا قضاء الله وقدره، ربنا يهدي الحال ان شاء الله. السؤال وان كان خارج الموضوع، الاخت فاطمه من ايطاليا، كلمات عليها الكحول، طبعا احنا نستخدمها ليه؟ لا اله الا الله، لان الله عز وجل جعل البدائل كثيره باذن الله رب العالمين. شيماء تريد دعاء بالذريه، ربنا يرزقها الذريه الطيبه وكل بنات المسلمين ان شاء الله. الاخت مروه من دبي، هي حامل في الخامس، وجوزها زوجها لا ياتي الا متاخرا، يعني صلي نفسك بالله ودع رب العباد سبحانه وتعالى ربنا يهديه، لعل عند وجود هذا الحمل الى الدنيا يعني، ويخرج هذا الجنين ان شاء الله الى الدنيا، يكون وسيله لجذب هذا الرجل من الشارع الى البيت او من الاماكن التي يذهب اليها. نسال الله الهدايه له، واصبري واحتسبي. الاخت مفيده من ليبيا تقول انها غير قنوعه باكثر من طفلين. لا، انا اقول ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. يمكن الولد الثالث يكون حفيد صلاح الدين الايوبي، يمكن الولد الرابع يكون خالد بن الوليد، يمكن الولد الخامس يكون ان شاء الله سعد بن ابي وقاص، يمكن الولد السادس يكون محمد الفاتح، يمكن البنت الرابعه تكون شبيهه اسماء، وهكذا ان شاء الله رب العالمين. هي تريد دائما الاغراض الدنيا، تريد منها الاكثر، محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، وكلما يعني تعود الانسان الاسراف في هذه الامور اتسعت نفسه ان تريد غيرها. الاخ سليمان من الشارقه يرى ان هناك قناه تحرض على الاسلام، هذه وجودها في البيت شر، شفر هذه القناه، كنسلها، الغيها، الغي هذه القناه، لا داعي لتسبح كلاما يا اخي، يكفي هذه القناه. يعني انت عندك وقت ترى 49 قناة فضائية تبث عن الإسلام خيرا، يا خليك في هذه القنوات الطيبة، 49 قناة ما شاء الله عندنا في هذه الفضائيات تبث أخبارا طيبة عن الإسلام، ومن العلماء والدعاء وللقرآن وغير القرآن والتفسير وعلم وكذا وفقه، فإن شاء الله خليك في دي، وألغي أي قناة يعني فيها فوضى، فيها تجاوزات، فيها كلام عن الإسلام، فيها مسلمات ومسلمين يعني يرقصون ويغنون، الغي هذه، لا داعي لوجود البيوت الآمنة ليس فيها الشياطين. آية من بلجيكا، متزوجة من رجل جنسية مختلفة، هي حامل في الشهر الثاني، تزوجت بغير علم أهله، ولما علموا الأهل عندما أرادوا تزويجه أبوا ورفضوا. أنا أقول للأهل أخطأتم، وأقول له أيضا قد أخطأت في إبطاء يعني اخبار اهلك وانت رجل يعني بمسألة الزواج، ولكن اذا ابى الاب والام هذا زواج حلال، زواج شرعي، كن مع زوجتك وهي حامل ان شاء الله، وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، ويوما بعد يوم ان شاء الله سوف يقتنع الاب والام، لانهم لا يريدان الا راحة ولدهم وسعادته. احبتي في الله، يعني انا اريد ان اعطيكم واجبا هذا الاسبوع، ايه رأيكم نمسك لساننا عن قيل وقال، ونمنع الآخرين أن ينقلوا إلينا أي أخبار من خير وقال؟ هذه واجب الأسبوع، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله لنرى هل أمسكنا ألسنتنا أم ما زالت ألسنتنا منطلقة في قيل وقال. اللهم اجعل ألسنتنا لهاجة بذكرك أناء الليل وأطراف النهار، تالية لكتابك، مصلية على رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعل بيوتنا آمنة مطمئنة بعيدة عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رزقنا الله الخير كله، ووفقنا ويكون ما يحب ويرضى. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.